السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. كنتمنى باش تكونوا بخير. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الجزائري الحر وليد كبير اللي كيبهدل ليا حفيظ الدراجي بسبب داك الخريطة اللي نشرها على الحساب ديالو، وهي خريطة مزورة. صراحة خوتي الأعزاء عطاها درس قاسي في التاريخ اللي عمرو ما غادي ينساه، لأن هذا حفيظ الدراجي مجرد بوق ديال الكبراناس كيف ما قال هذا الجزائري الحر. هذا ما كيخدمش للشعب الجزائري، فهو كيخدم للنظام ديال العسكر. المهم خوتي الأعزاء ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم نتوما اللي غتفرجوا وتحكموا وتعطيوني الآراء ديالكم في خانة التعليقات. ما تبخلوش علينا خوتي الأعزاء.